بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الحموضة ومقاييس الحموضة، وراح نعدد بعض المقاييس الموجودة بشكل عام. الحموضة تقاس على تدرج وهو البي اتش، وهذا البي اتش يتراوح ما بين 0 إلى 14، والمواد المتعادلة يكون لها بي اتش 7 تقريبا، لأن لو مثلا ضربنا 7 في 2 راح يطلع لنا 14، فراح يكون المواد المتعادلة بين 6 و7، والمواد الحمضية يكون لها بي اتش من 0 حتى قبل 7، والبي اتش والمواد القاعدية يكون لها بين البي اتش من 7 إلى 14 كما هو موضح. راح نتكلم ونعدد بعض الأحماض ونسبة الأحماض الموجودة في بعض الأشياء العامة. مثلا راح نتكلم عن ماء البحر، راح يكون في المستوى القاعدي بين 9 نسبة الحموضة، دم الإنسان بين المستوى 8 و7 بين القاعدي والحموضي، أيضا اللعاب، لعاب الفم، مستواه بين 7 و6، يعني يدخل في النطاق الحامضي، لأن القاعدي من مستوى 7 إلى 14 والحموضة من مستوى 0 إلى 7. طيب لو تكلمنا عن ماء المطر، يوصل تقريبا في مستوى بين 6 و5، يدخل في مستوى الحموضة. أيضا لو مثلا واحد سوى قهوة سادة تدخل بين 5 و4، أيضا لو أحد سوى عصير الطماط يدخل بين 4 إلى 3 الحموضة، أيضا عصير الليمون مثلا يدخل بين 2 حموضة، أيضا المادة العصارة، عصارة المعدة، عصير المعدة يدخل بين 1 تقريبا. والتغير في وحدة البي اتش يعادله أو يحتوي بداخله تغيير الحموضة بمقدار 10 أضعاف، وبالتالي في المحلول الذي له بي اتش 3 هو حمضي أكثر 10 مرات من محلول له بي اتش 4، وبي اتش 4 أكثر من 100 مرة من محلول له بي اتش تساوي 5. وكل التفاعلات البيوكيميائية تتم في البي اتش من 6 إلى 8 تقريبا بي اتش. وأيضا بي اتش دم الإنسان يعادل تقريبا 7.4، وهي مهمة جدا بالنسبة لوظائف الجسم الطبيعية، يعني احنا نتكلم عن المجال الطبيعي تقريبا، وهي مهمة جدا يعني. والدم قليل يعني لو مثلا أي قلة في الدم في جسم الإنسان يمكن أن يسبب الموت يعني فعلا. إضافة لنا أن البي اتش هو المستوى الغالب بين يكون بين مثل ما تكلمنا بين 7 و 14. وأتمنى أنكم استفدتوا من هذا الفيديو. تحياتي خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس لاحق ونشرح بعض الأشياء المهمة في الحموضة، ونكمل هذا الدرس بشكل متعمق في أشياء متعمقة أكثر.